النهارده يمكن بنشوف احنا في بدايه المباراه واحنا بنتكلم يا جيمي قلت لي النهارده يبقى فيه اثنين بيلعبوا نفس البروفايل، يعني لو احنا بنتكلم على ان علي اليانج وحمدي فتحي الاثنين بروفايلهم متشابه مع بعض شويه، ولكن النهارده حمدي فتحي نجح ان هو يكون واحد من نجوم المباراه على مستوى الارقام، حتى بانه سجل هدفين كمان من ضربتين راسيتين كانت يعني مشكله من المشاكل اللي بتواجه النادي الاهلي. لكن تكمله حمدي فتحي، شغل حمدي فتحي في ال 18 كره ثابته ماشي ده منطقي، لكن من كره متحركه ولعب مفتوح فواضح ان في تعليمات من مارسيل كولر ان اتقدم انت بتلعب براسك كويس، لما يكون الكوره على الاطراف روح كمل مع المهاجمين او كمل ورا الخط الهجومي تقدر تسجل. طيب في نقطه هربط النقطه بتاعت خط الوسط، هربط يا باشا بنقطه المشاكل الدفاعيه اللي كان بيتكلم عليها اسلام واللي انا متفق معاه فيها جدا. النهارده احنا قبل الاستوديو كنا بنتكلم على قبل المباراه كنا بنتكلم على انه اليو ديانج حمدي فتحي، طبعا اول حاجه هتيجي لدماغ الناس بنتكلم على اثنين لعيبه مركزهم الاساسي سته او وسط ملعب دفاعي، يعني اثنين قدراتهم الدفاعيه جيده، ولكن عندك مشكلتين. المشكله الاولى ان في واحد اجباري بيروح يشتغل هنا عشان يقفل على السبيس اللي ورا علي معلول، وشفنا حمدي فتحي في الدقيقه 83 قبل في الدقيقه 79 قبل التغييره بيتواجد فين؟ بيتواجد مركز الظهير الايسر ورا علي معلول، علي لسه ما رجعش وهو متواجد في مركز الظهير الايسر وافسر هجمه مرتده فعلا كانت خطا من اليو ديانج. نروح بقى من النقطة انه حمدي فتحي راح الناحية دي عشان غلطة اليو ديانج. ليه؟ هنا غياب عمرو السولية يشكل فارق، الخروج بالكورة تحت الضغط اكيد عند عمرو السولية افضل من حمدي فتحي وافضل من اليو ديانج، فده اللي عمل وخلق الجاب رغم وجود 2 سي دي ام مركز 6. اي حد هيشوف التشكيله يقول لك الاهلي قفل عمق الملعب تماما بوجود اليو ديانج وحمدي فتحي، لكن تعليمات الراجل بخروج حمدي فتحي عشان يقفل هنا مع محمد عبد المنعم وعلي معلول في الجبهه اليسرى خلت اليو ديانج متواجد لوحده في الخروج بالكوره من وسط الملعب، فلما يتواجد اليو ديانج في الخروج بالكوره، اليو ديانج لعيب مميز جدا على صعيد الالتحامات الدفاعيه، لعيب مميز جدا في الحصول على الكره الثانيه، لعيب مميز جدا في ان هو يستخلص الكره بسرعه ويخلي الاهلي ليه السيطره دايما، لكن اليو ديانج مش هو عمرو السولية، اليو ديانج مش هو محمد مجدي قفشه بالخروج الكره من وسط الملعب، تحت الضغط اليو ديانج غلط مره واثنين وثلاثه واربعه، عملت منهم كورتين هجمتين مرتدتين الشوط الثاني شكلوا خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي، ليه؟ مش بس عشان اليو ديانج كان عنده مشكله، لكن اليو ديانج اتقفلت عليه زوايا التمرير لان حمدي فتحي كان مفضي وسط الملعب ورايح يقفل ناحيه الشمال، فبالتالي اليو ديانج بقى متواجد لوحده وهنا يجي التركيب عليها. قلنا النادي الاهلي بيشتغل سيستم، فلما نيجي نتكلم النادي الاهلي بيشتغل سيستم بنتكلم على تروس بتركب فوق بعضها هي اللي بتديك زوايا التمرير وبتديك الحلول في الخروج بالكوره. برونو سافيو هنا متواجد في الاماكن دي عشان يشغل اليو ديانج ويقدر اليو ديانج يعمل له الباس او تجيب له الباس من محمود متولي او محمد عبد المنعم من الخط الخلفي. برونو سافيو كان مختفي تماما. ليه برونو سافيو كان مختفي تماما؟ اتكلمنا عشان ان دي مش منطقه الخطوره ولا منطقه الفعاليه بتاع برونو سافيو، لازم مارسيل كولر يلاقي لها حل. برونو سافيو لعيب مهم جدا، لاعب كورته كويسه جدا، مهم جدا ان انا ادور على اكتر مكان يديني الفعاليه بتاع برونو سافيو. برونو سافيو وهنا الفرصه اللي كنا بنتكلم عليها قبل المباراه بتاعت محمد مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه عنده القدره انه يعمل ده، يعمل البريدج ويعمل اللينك اب، لكن محتاج بعض التطور والرساله اللي وجهناها له قبل ما بين الشوطين وقبل المباراه. محمد مجدي قفشه محتاج يتواجد هنا عشان يدي حلول لاليو ديانج لو هو اللي موجود او حمدي فتحي ايا كان منهم اللي موجود، فالاهلي سيظل يعاني من هذه الطريقه طالما عمرو السوليه مش موجود، لان عمرو السوليه هو المفتاح الامثل في الخروج بالكوره والربط بين الخطين، فهنا نربط ازمه خط الوسط بازمه الناحيه اليسرى. لكن تاني احنا لسه في المباراة رقم 2، الاهلي لعب 3 مباريات وديه فقط قبل مباراتي دوري ابطال افريقيا، فبنتكلم انه لسه الاهلي في مستهل الموسم، مدير فني جديد بجهاز جديد، مجموعه من اللاعبين كانوا خارج الخدمه تماما في المباريات السبعه ثمانيه الاخيره من نهايه الدوري الماضي، لسه بادئين يرجعوا، طبيعي جدا مع بدايه السيزون في اي فريق في الدنيا، طبيعي ان المستوى يكون تصاعدي، لكن مهم ان انا اخد بالي من الاخطاء بدري جدا. النهارده النادي الاهلي قدم حاجات ايجابيه كتير جدا اتكلمنا عليها بعد المباراه، لكن مهم جدا ان انا اتدارك بعض النقاط منها مساحه خط الوسط لما بفرغ وراح اقفل على علي معلول. اظن انه ده حل قد يكون موجود دايما، مش هتشوف ده ما شفتوش المباراه اللي فاتت، مش بس عشان الاتحاد المنستيري ما كانش بيهاجم كتير على النادي الاهلي ولا بيكاونتر على النادي الاهلي وكان حريص جدا ان هو يقفل وسط الملعب وحريص جدا في المرتدات، النهارده بعد التاخر بهدف ابتدت الامور تفتح شيئا فشيئا، فمع بعض الفرق اللي ممكن تهاجم النادي الاهلي هيشكل ده مشكله، لكن انت كمان ما شفتش ده عشان عمرو السوليه كان موجود، فحتى تحت الضغط كان بيخرج بالكره بشكل جيد افضل كتير من